بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا، اهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن ازاي تنشر الليتريتشر ريفيو بتاعك. اتكلمنا في القناه عن مجموعه كبيره من الفيديوهات، ازاي تجيب فكره ريفيو، ازاي تبدا تبحث عن الداتابيزز او عن فكره الريفيو بتاعك، ازاي تعملها اوتلاين كويس، ازاي تجيب الفريق البحثي اللي يشتغل معاك في الريفيو. اتكلمنا عن عناصر كتيره جدا في كتابه الريفيو، ولكن بعض الطلبه بيقعوا في شويه مشاكل. حبيت ان انا اعرفكم ايه هي المشاكل اللي الطلبه بتقع فيها في الفيديو ده، وازاي نحل اصلا المشاكل دي، او لازم تفكر ازاي في المشاكل دي علشان المشاكل دي بتعطل الريفيو بتاعك ان هو يتنشر او يتقبل في النشر. لو عجبك محتوى الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع الوسط العلمي بتاعك وتعمل سبسكرايب للقناة علشان تشوف الفيديوهات الجديدة، ونبدأ في المحتوى بتاع الفيديو النهاردة. يلا بينا. اول مشكلة الناس بتقع فيها وهو ان هم بيبدأوا يجيبوا فكرة للريفيو، بعد كده يبدأوا يعملوا الاوتلاين ويكتبوا الريفيو ملخص للكونتنت المكتوب، وبعد كده يبدأوا ان هم يدوروا على مجلات، وبعد كده يبدأ ان هم يقدموا البحث بتاعهم للنشر. ولكن في حاجة ميسنج مهمة جدا جدا في الجزء ده، وهو اصلا ان ايه هي الايمز او الاوبجكتيفز من الريفيو بتاعك. يعني انت بتعمل ريفيو، وكتير من الناس لما باجي اسالهم ايه هي الايمز او ايه هي اهداف الريفيو بتاعك، ايه هي العناصر اللي انت ناوي تغطيها في الريفيو، او ايه هو السؤال البحثي اللي انت بتجاوب عليه والاجابه بتاعتك هتكون ايه هي العناصر بتاعتها الاوبجكتيفز بتاعتها، بيكون الاجابه بتاعتهم ان هم ما يعرفوش. كل ما في تفكيرهم ان هو الريفيو احنا محتاجين نجيب شويه معلومات وهنلخصهم بطريقه ما، وبعد كده هنقدمهم للنشر، ان شاء الله يتقبلوا ان شاء الله ما يتقبلوش. بعض المجلات بترد بعض المجلات ما بتردش، فبيكون يعني سايب الامور زي تيجي زي ما تيجي زي ما بيقولوا يعني. ولكن لازم تكون حاطط الايمز والاهداف بتاعتك من الريفيو بشكل واضح وصريح قبل بدايه الريفيو بتاعتك، لان من الاهداف ومن الاوبجكتيفز دي هتبدا انك فعلا تعمل تارجتنج لمجلات ريليتد بيه الفكره بتاعتك. يعني على سبيل المثال احنا بنشتغل على مشروع متعلق بالليفر كانسر او سرطان الكبد مثلا، انا عايز الخص كل التريتمنتس المستخدمه في علاج نوع معين من انواع سرطان الكبد. فالسؤال هنا الاوبجكتيفز هنا، هل انا بلخص من منظور مثلا الشركات المصنعه للموضوع واشوف راس المال للموضوع وبدايه تصنيع الدواء كان امتى والتفاصيل الاقتصاديه للادويه، ولا انا مثلا بلخص الميكانيزم بتاع الدواء، الدواء ده عباره عن ايه وبيشتغل ازاي في جسم الانسان والاكشن بتاعه والسايد افكتس بتاعته عباره عن ايه، ولا انا مثلا بشتغل على ريفيو لهدف معين. فالاهداف دي كلها لازم تكون واضحه بشكل صريح، لان مجله مثلا مهتمه بالجزء الاقتصادي من الادويه هتنشر الريفيو بتاعك لو انت الاوبجكتيفز بتاعتك ريليتد بالجزء الاقتصادي من الادويه، ولكن مجله لو مهتمه بالموليكولار ميكانيزم او التفاصيل بتاعت الخليه ذات نفسها لو قدمت لها الجزء الاقتصادي ده ممكن ما يكونوش مهتمين بيه. فلازم بشكل اساسي وبشكل واضح بشكل واضح وصريح يعني تكتب كده الايم بتاع الريفيو بتاعك، الهدف من الريفيو والاوبجكتيفز بتاعتك، لان الايم والاوبجكتيفز دي بتتكتب يعني لازم تحددها مسبقا قبل ما تبدا شغل، علشان حتى طريقه الكتابه بتاعت السكشنز ذات نفسها تكون بتهدف للاجابه على الايمز والاوبجكتيفز بتاعتك، ما تكونش انت بتتكلم في حته والاوبجكتيفز او الاهداف بتاعتك في حته تانية. ولما تحدد الايمز والاوبجكتيفز بشكل واضح وصريح في بدايه التفكير ذات نفسه في البروجكت، هتبدا انك تحطها في الانترودكشن بتاعك وهتبدا انك تجاوب عليها خلال الريفيو كاملا، فهيكون ريفيو له قيمه يستحق النشر. تاني مشكلة الناس بتقع فيها وهي ان هي بتقول هنكتب الريفيو وان شاء الله في المستقبل نشوف احنا ممكن ننشره فين، هنجرب هندور على المجلات. فتلاقي مثلا هم قسموا نفسهم لثلاث اشخاص او اربع اشخاص كتبوا الريفيو، كل واحد منهم كتب مثلا 3000 كلمة او 4000 كلمة، وبعد كده اكتشفوا ان الريفيو بتاعهم تقريبا 10000 او 12000 كلمة. ولما جم يقدموا على المجلات اكتشفوا ان الثلاث اربع مجلات اللي هم اختاروهم المجلات دي بتقبل بس تقريبا 5000 ل6000 كلمة، وبالتالي هم عندهم 12000 كلمة محتاجين يقللوها للنصف تقريبا لخمس او 6000 كلمة. فهتلاقي ان هو في عدد كبير جدا من المحتوى تشال. يعني تخيل ان احنا عندنا احنا حطينا الاوبجكتيفز 1 و2 و3، فاضطريت علشان انت عندك عدد كلمات كبير جدا اضطريت انك اصلا تمسح اوبجكتيفز من اوبجكتيفز، وبالتالي في لخبطة كبيرة جدا في الريفيو، فهتحتاج انك تقريبا تكتبه من اول وجديد. او مثلا انت كاتب حاطط
تيبلز، عملت تيبل معين لخصت فيه أدوية بشكل ما، وعملت التيبل ده فيه مجموعة كبيرة من الريفرنسز ولخصتها بشكل كويس جدا، ولكن اكتشفت مثلا ان المجلة بتقبل بعدد واحد تيبل او تو تيبلز او وان فيجر في الريفيو بتاعك او صورة يعني في الريفيو بتاعك، وبالتالي هتضطر انك تمسح جدول كامل من الشغل بتاعك. او على سبيل المثال انت حطيت ريفرنسز ولخصت مراجع كتيرة وكتبت الموضوع بشكل علمي صحيح 100%، فاكتشفت ان عدد المراجع بتاعتك تخطط 150 ريفرنس علشان انت عملت حاجة very comprehensive قوية جدا، ولكن اكتشفت برضو وانت بتقدم في المجلة ان المجلة حط الليمت ل 100 ريفرنس، فمحتاج تشيل 50 ريفرنس. فمعنى انك تشيل 50 ريفرنس معناها انك تشيل ال 50 ريفرنس بالجمل بتاعتهم اللي انت استشهدت بيها في البيبر ذات نفسها، وبالتالي ده برضو افورت كبير. ازاي بقى نهرب من كل المشاكل اللي حصل دي؟ اول حاجة انك لازم وانت اصلا بتفكر في الفكرة بتاعت الريفيو ذات نفسه لازم برضو تفكر في التارجت جورنالز، لازم تفكر في المجلات اللي انت ناوي تقدم لها البحث بتاعك، يعني لازم يكون عندك اطلاع كده بالمجلات اللي انت ناوي تقدم لها البحث بتاعك. فخلينا نقول البروسس هتبدا انك تجيب فكره بحثيه وتكونفيرم الفكره البحثيه دي ان هي valid، وتبدا تحط الايمز والاوبجكتيفز بتاعتك من الفكره البحثيه دي، وتبدا انك تدور على مجلات او تكتب بروبوزل صغير، وتبدا انك تدور على المجلات علشان تقدم فيها البحث ده. في خطوه من خطوات احنا عملناها، خطوه ممكن تكون شويه كرييتيف، ممكن تنفع مع البعض ممكن البعض ما تنفعش معاه، ولكن يعني احنا بنقولها، وهي ان احنا بنجهز بروبوزل بالفكرة البحثية عبارة عن زي ما قلت لكم العنوان بحاجة شبيهة بالابستراكت كده او ميني بروبوزل صغير، وبنبدأ نتواصل مع الاديتور بتاع المجلة او المحرر بتاع المجلة، بنقول له ان احنا عندنا فكرة بحثية والهدف منها كذا وكذا وكذا، فهل انتم مهتمين بنشر حاجة زي كده ولا لا؟ بعض الاديتورز ردت علينا بتقول ايوه احنا مهتمين بنشر حاجة زي كده، وبالتالي بعد ما هم بيقولوا لك ان احنا مهتمين بنشر حاجة زي كده بتبدأ تدخل على الجايد فور اوثرز او بتدخل على التفاصيل بتاعة النشر او اجراءات النشر عندهم عاملة ازاي، هتشوف ان هم محتاجين مثلا 5000 كلمة، محتاجين مثلا 3 او 4 figures plus tables، محتاجين مثلا عدد 100 reference، محتاجين citation styles معينة في كتابة المراجع ذات نفسها. فتبدأ انك تجهز الحاجات دي كلها وتبدأ انك تقدم البحث بتاعك للمجلة، وفي الغالب كمان لربما يدوك اطار زمني معين او special edition هم ينشروا فيه الفكرة البحثية بتاعتك، وبالتالي بتتأكد انك عارف ان الفكره البحثيه او الافورت اللي انت هتعمله ده هيكون قابل للنشر ان شاء الله. يعني باختصار شديد لو انت عندك فكره بحثيه واشتغلت عليها وعملت فيها مجهود وكتبتها وجبت ناس تكتب معاك الفكره وعملت كل المجهود، ولكن الفكره دي كانت غير قابله للنشر او لم تم نشرها في مجله بحثيه، وبالتالي هتحس ان المجهود اللي انت عملته ده كله راح على الفاضي. فلازم تفكر في المستقبل، لازم تفكر في اجراءات النشر من اول دقيقه بتفكر فيها تعمل ريفيو. المشاكل دي بيقع فيها ناس كتيرة مبتدئة في كتابة الريفيوز، فحبينا ان احنا نوضحها للناس في الفيديو ده. اتمنى ان الفيديو يكون شيق وممتع، ونشوفكم في فيديو تاني. سلام عليكم.